نظمت جمعية الأئمة الخطباء بإسفاق الصلاة الغائبة على روح الجنود المستشهدين في جبل الشعنبي. وقد حضر هذه الصلاة العديد من الوجوه السياسية الجهوية والمسؤولين إلى جانب العديد من الأئمة. وقد تبينت الآراء حول الوضع الذي تمر به البلاد، إلا أن الإجماع كان بين جميع الأطراف حول ضرورة التهدئة والتمسك بالشرعية وعدم الانسياق وراء الغضب السياسي. الشيء اللي صار معناه أمر جلل، معناه حدث معناه عظيم، زلزل البلاد كاملة، مش كان معناها نقول الليلة معناها هي عنوان للوحدة لكل التونسيين، الليلة والليالي الجاية زاد كذلك. الحقيقة هذه صلاة تراويح المليونية بإسفاقس نريد منها أن نتضامن، أن نعبر عن رفضنا للعنف أولا، وعن تضامننا مع شهداء جيشنا الباسل وكل الشهداء الذين يسقطون من أجل بلادهم ومن أجل دينهم. ونحن نجتمع هذه الليلة فإننا نعبر عن استنكارنا لإراقة الدماء وعن رفضنا للعنف، وندعو إلى السلم الاجتماعي، وسنصلي صلاة الغائب إن شاء الله على أرواح شهدائنا الأبرار من جيشنا الوطني الباسل. وأيضا نريد أن ندعو إلى المحافظة على السلم الاجتماعي. أنا كأي مواطن يعني انضميت لهذا البارح، حبينا نصلي بصلاة الغائب في باردو ومكتبش ما تمتش، عملنا حداد وعلق الاعتصام، اعتصام اللي يدعم الديمقراطية والمسار الانتقال الديمقراطي. الليلة بما أني موجود في صفاقس، أول شيء نحيي صفاقس وأهالي صفاقس، ونحيي يعني قادة صفاقس كما سي مبروك واللي معناها وأئمة صفاقس الشرفاء. يعني اليوم احنا نقفوا وقفة إجلال وأكبار ووقفة تقدير لكل جنودنا البواسل اللي واقفين يعني على ثغور مرابطين، وأجر الرباط أجر كبير وعظيم، نسأل الله يعني يتقبلهم في أعلى عليين مع الشهداء والصديقين. هذه رسالة لكل عدو متآمر على البلاد، اللي راهي البلاد عندها أحرارها وعندها رجالها وعندها شبابها وعندها نسائها، اللي مستعدين يقفوا في وجه هؤلاء المتمردون، في وجه هؤلاء الانقلابيون، في وجه هؤلاء الخائنين للوطن وخائنين لإرادة الشعب. هذه رسالة حول الله ستكون واضحة. هالجموع الحاضر اليوم باش تصلي صلاة الغائب على أرواح الشهداء لأبطالنا البواسل، وكذلك دعما للشرعية، كذلك دعما لإرادة الشعب وضد كل محاولات الانقلاب. خطوة جريئة من أجل توحيد الصفوف بين جميع التونسيين للخروج من الأزمة إلى بر الأمان، بعيدا عن حوارات الشرعية والثورية، حتى لا يقع التونسيون في إشكالية قميص عثمان.